يقول في قراءة صحيح البخاري قول الإمام في صلاة الجمعة لمن يأتي متأخرا قم فصلي ركعتين لمن يجلس ولم يصلي على سبيل الاستحباب الوجوب. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم وهي تحية المسجد، هل هي واجبة أو مستحبة؟ على خلاف الجمهور على أن تحية المسجد مستحبة، وذهب بعض أهل العلم أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قم فصلي، لما قال صليت ركعتين قال لا، قال قم فصلي، وهو صلى أثناء الخطبة وسماع الخطبة واجب. قال ولو كانت مستحبة ما كان يجوز له أن يصليها أثناء سماع الواجب، أن يصلي عليه الواجب. فمن هذا أخذ بعض أهل العلم القول بالوجوب بالنسبة لتحية المسجد، ومنهم من قال بالاستحباب تحية المسجد لأن الأمر يقتضي الاستحباب عندهم في الأصل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أراد هذا الشخص بعيني حتى يراه الناس، لأنه كان فقيرا فأراد النبي أن يري الناس حاله حتى يتصدقوا عليه. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها يعني سنة مؤكدة ولا يستبعد القول بالوجوب حقيقة.